قابل الواقع المرير الذي يعاني منه القطاع البيئي في لبنان، خصوصا الثروة الحرجية، تبرز جهود محلية وأيضا دولية لمعالجة هذه المسألة ولتوسيع رقعة المساحات الخضراء. في هذا الإطار كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص أطلقت برنامج توطيد الروابط لتأمين استدامة عمليات التحريج في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير للزميلة دراغا غفري. تغطي الغابات اليوم 13% فقط من مساحة لبنان، وإنما مع زيادة الجهات الداعمة لنشاطات التحريج في لبنان فإن النسبة هذه ستتغير. في مقدم هذه النشاطات مشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ يقدر ب 12 مليون دولار. إن حدث اليوم يجمع الشركاء الذين نعمل معهم، والهدف هو توطيد الروابط لتأمين استدامة عمليات التحريج في لبنان، ونحن بدأنا نلحظ تقدماً في إنتاج الأغراس التي تتمتع بفرص أكبر للبقاء على قيد الحياة. يشير مدير المشروع إلى أن مبادرة إعادة تشجير لبنان هي برنامج يمتد لأربع سنوات تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مديرية الأحراج الأمريكية لهدف أساسي، ألا وهو المساهمة في بناء قدرات المنظمات والمؤسسات البيئية اللبنانية على توسيع الغابات وإدارتها على نحو مستدام. رح نقدر نشجر بخلال 10 سنين تنوصل لحديد نغطي تقريباً 20% من مساحة لبنان، يعني نزيد 7% من هالمساحة الغابات الموجودة بلبنان. إن التنسيق بين منتجي الأغراس الحرجية ومنظمات زرع الأشجار غير الحكومية والبلديات والقطاع الخاص يسهم حتماً في تعزيز نتائج جهود التحريج، وإنما في المقابل يشير ممثل الجمعية التعاونية لمنتجي الأغراس الحرجية في لبنان إلى وجود عائق محلي أمام التشجير. نحن بلبنان للأسف يمكن الدولة الوحيدة بكل العالم، الدولة ما بتملك إلا 15% من أراضي الغابات، يعني إذا ما بدنا نشجر هي بأراضي الدولة هذا الحل الوحيد اللي عنا. وبس المشكلة الكبيرة أنه عنا 85% من الأراضي اللي هي صالحة للغابات هي ملكية فردية أو تابعة لوقف ديني، يلي هي هيدا بتشكل يعني عائق كتير كبير. تشرك هذه المبادرة البيئية المجتمع المحلي في عمليات التشجير وتسهم تاليا في خلق فرص عمل كما في المحافظة على موارد لبنان الطبيعية. درجة غفري، اليوم على الحرة، بيروت. والهدف من هذه الجهود ليس فقط زرع أعداد كبيرة من الأشجار، بل أيضا مساعدتها على تحسين قدرتها على البقاء على قيد الحياة بعد عملية الزرع. مشاهدينا مستمرون معكم وتتابعون من القاهرة. الآلاف من الأطفال فاقدي السمع ينتظرون في قوائم لا تنتهي إجراء عمليات تعيد لهم ما فقدوه.